الهند من الأسواق الكبيرة لدولة الإمارات، ومناحها من أحد أكبر المستوردين لنا في من النفط. وعلاقتنا مع الهند علاقة تاريخية وعلاقة قديمة أمانة، يعني حتى يعني أجدادنا كانت الهند بالنسبة لهم سوق للؤلؤ، وكذلك اليوم دولة الإمارات ومنتجات دولة الإمارات النفطية تشكل للصناعة الهندية ركيزة أساسية. طبعا ما نتأمله هو أن يكون لدولة الإمارات حظ أكبر في السوق الهندية، وكذلك نفتح المجال لشراكات مع الشركات العظمى الهندية في دولة الإمارات وفي أسواقنا. تكاملنا مع الهند راح يخلق من المنطقة هذه اللي هي ما يفرق بيننا وبين الهند كمسافة جغرافية الكثير. صحيح. تكاملنا معاهم أعتقد أن بتكون لنا نتائج إيجابية للشعبين ونتائج إيجابية للمنطقة كذلك. نعم، في مجال الطاقة بالتحديد معالي الوزير، هل ستبحثون مجالات معينة، أمور معينة، شركات معينة للفترة المستقبلية، إن كان في مجال الطاقة التقليدية أو مشاريع الطاقة المتجددة أيضا؟ طبعا مثل ما تعرفون في شركات لنا موجودة في الهند وتعمل في الهند في مجال الطاقة، مثل شركة طاقة في 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 في, في توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك شركة أدنوك لديها يعني محادثات طويلة مع الشركات الهندية. اليوم يعني ما نتأمله هو أن يعني بعض المواضيع اللي سوف تطرح هي صناعة البتروكيماويات. اليوم الهند في توجد لدى الهند أكبر مصفاة في العالم. نعم. مصفاة في شركة ريلاينس. فصناعة البتروكيماويات الهند سوق واعدة لهذه الصناعة، كون صناعة السيارات وصناعات تحويلية كثيرة تدخل في هذا المجال. كذلك لدولة الإمارات أو تمتلك دولة الإمارات شركات مالكة للتقنية في مجال البتروكيماويات، مثل شركة بورياليس وشركتها مع أدنوك في شركة بروج، اليوم تعتبر من أكبر الشركات في هذه الصناعة في المنطقة. معالي الوزير، طبعا الشركات الإماراتية الكثير منها يشكو من معوقات وتحديات في السوق الهندية، هل ستبحثون وضع خطط ملموسة لتذليل هذه العقبات أمام الشركات الإماراتية المستثمرة في الهند لا سيما في مجال الطاقة؟ طبعا المعوقات موجودة في كل سوق من الأسواق الكبيرة، ولكن التقارب السياسي ومثل هذه الزيارات دائما يكون لها أثر إيجابي كبير في تذليل هذه العقبات ومناقشتها بكل صراحة. واليوم الوفد المرافق لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أنا أعتقد أنه وفد قادر على يعني مناقشة هذه المواضيع بكل شفافية، وأنا أعتقد أن هناك قدرة من الجانب الهندي في تقديري لتذليل الكثير من هذه الصعوبات، خصوصا إذا نتج عن مثل هذه الزيارة فرص استثمارية كبرى من الجانبين. بالنسبة للنفط الإماراتي وصادرات الإمارات النفطية إلى الهند بالتحديد، طبعا الهند سوق استهلاكي كبير للنفط، ووسط وفرة المعروض والتنافس اليوم بين المنتجين، هل من خطط أيضا لجعل النفط الإماراتي أكثر تنافسية بالنسبة للهند وجاذبية أيضا للهند، وزيادة طبعا صادرات الإمارات النفطية إلى الهند؟ طبعا الهند سوق كبيرة بالنسبة لنا في دولة الإمارات، ومثل ما قلنا طموحنا أن ننمي هذه العلاقة التجارية بيننا وبين الهند، والهند دائما من الأسواق اللي راح يكون لها أولوية بالنسبة لنا هي والصين والدول الكبرى، لأنها تشكل يعني لما نضعها على الاقتصاد العالمي تشكل فارق. فنحن متأملين خير إن شاء الله أن يعني الهند سوف يكون لها دور يعني أكبر في حصة الصادرات المستقبلية. ونحن في دولة الإمارات اليوم يعني نفطنا يتميز بخصائص معينة من ناحية النوعية ومن ناحية قلة الشوائب اللي فيه، وله أسواق ومطلوب فيها. فالحمد لله نحن لا تواجهنا صعوبة في تسويق النفط الإماراتي أو النفط شركة أدنوك
بالعكس الطلب طلبات مستمرة من الزبائن على هذا النوع من النفط، وإن شاء الله أن الهند يكون لها مثل ما قلت لكم يكون لها حصة كبرى من هذه الاستثمارات المستقبلية اللي نسويها نحن في النفط والصادرات. معالي الوزير، نستفيد من وجودك معنا. طبعا نسمع اليوم العديد من التصريحات تأتي من وزراء النفط والطاقة من حول العالم، كلها تشير إلى أن النية في التعاون بين المنتجين موجودة، هناك انفتاح للاتفاق. نسمع أحيانا قد يكون هناك خفض منسق للإنتاج، وهذه التصريحات تدفع طبعا أسعار النفط صعودا ونزولا، ولكن لم نرى أي تحرك ملموس حتى الآن. لماذا برأيك؟ أنا أعتقد أن يعني أولاً من ناحية المبدأ الجميع مستعد للتعاون. الأسعار الحالية ليست مناسبة لا أقول أغلب لجميع المنتجين، ولكن اليوم الناس اللي صرفت فلوس وصارت عندها هذه الاستثمارات شيء طبيعي أنهم لن يعني يخفضون هذا الإنتاج من جهة واحدة إلا إذا صار تعاون شامل للجميع في هذا المجال. ولكن يجب أن ننظر للجانب الإيجابي في المسألة. الجانب الإيجابي أن السوق قاعد يجبر الجميع على عدم الزيادة، وهذا في حد ذاته سوف يوازن الطلب القادم خصوصا في هذه السنة الذي لن يقل عن 1,300,000، سوف يوازن هذا الطلب الذي لن يكافأ بعرض هذه الزيادة في الطلب. لن تكافأ أو لن يعملها بالانس العرض الجديد، لأن الكثير من الاستثمارات تم إيقافها في الكثير من الدول، بل على العكس هناك احتمال لانخفاض من الدول خارج أوبك بما لا يقل عن 500,000 برميل، يمكن توصل ل 800,000 برميل في اليوم. فهذا سوف يضاف الدفست، هذا سوف يضاف إلى الطلب القادم. ولكن من أين سوف يأتي النفط الجديد ليوازن هذه؟ أنا متفائل أن سوف يحدث توازن إن شاء الله، لأن صحيح عندنا زيادة في المعروض، صحيح عندنا زيادة في التخزين، ولكن كذلك لا يوجد لدينا اليوم، يصعب علي أن أتصور من أين سوف يأتي 1,500,000 إلى 1,800,000 برميل من السبلاي أو من العرض. فأنا أعتقد أن السوق سوف يجبر الجميع على الـ ليس الخفض، ولكن قد يكون على تثبيت مستويات الإنتاج.